الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا قبل الفاصل عند عنوان كتابة الهمزة بين الإملاء القديم والحديث. نرى على اللوحة لم يكن للهمزة صورة في الخط عند العرب، بل كانوا يعاملونها كالتالي: في أول الكلمة يكتبونها ألفا نحو أنتم، كانت تكتب أنتم هكذا. مجرد كتابة الألف ماذا يعنون بها؟ همزة. هذه مثال لأنتم من الكتابة القديمة، هذه أنتم، هذه الهمزة وليس فوقها شيء، هكذا كانت تكتب. أنزل مثل هذه الكلمة لو كبرناها أنزل، كانت تكتب ألفا في أول الكلمة. كذلك إذا كانت مكسورة إذا، شوفوا إذا، هذه كل إذا، هذه الألف وهذه الذال وهذه الألف، ولو كبرناها إذا. إذن إن كانت في أول الكلمة كيف كانت العرب تكتب الهمزة؟ ألفا. فالألف صورة لمين؟ الألف صورة لمين؟ للهمزة. شايف عم بكلم نفسي أنا؟ طيب في وسط الكلمة، في وسط الكلمة كانوا يكتبونها ألفا أو واوا أو ياء أو لا يكتبونها، كم حالة؟ لما كانت في أول الكلمة كم حالة؟ حالة واحدة، ما هي؟ الألف. في وسط الكلمة أربع حالات، إما أن تكتب إيه؟ ألفا أو واوا أو ياء أو لا يكتبونها. يأمركم، هذه في وسط الكلمة كانوا يكتبونها إيه؟ ألفا. شوف كلمة يأمركم في اللوحة، هذه لو كبرناها يأمركم، فكيف كتبوا الهمزة في وسط الكلمة؟ على هيئة ألف أو على هيئة واو، مثل إيه؟ هذه، شايفين هذه؟ مؤمنين، لو كبرناها كتبوها على شكل إيه؟ واو. أو يكتبونها ياء مثل كلمة بئسما، هذه شايفينها؟ هذه بئسما، لو كبرناها شايفين كتبوها سن بيسما، مثل كأنك عم تقول بيسما، بئسما، فيكتبون على هيئة الياء. والحالة الرابعة والأخيرة ألا يكتبوها، مثل كلمة براءة، شوف كيف كاتبينها، باء راء ألف تاء مربوطة، وين لازم تكون الهمزة؟ هنا، لكن ما كانوا يكتبونها. انتبهنا؟ اللي نحن بنكتبها بالإملاء الحديث على السطر، لو كبرناها هكذا تكتب براءة. في آخر الكلمة يكتبونها أربع صور أيضا، يتبوأ، كانت تكتب يتبوأ، شايفين؟ ولو كبرناها شايف كيف كاتبين ألف؟ اللؤلؤ، كانوا يكتبونها هكذا اللؤلؤ. الآن كلامنا على المتطرفة، شايفين؟ أو آخرها، هذه شايفين؟ في وسط الكلمة أو آخرها، لكن هذه الكلمة صادف أن كان فيها كم همزة؟ همزتان في وسط الكلمة وفي آخره، وكلاهما كلتاهما مكتوبة على واو، هكذا كانوا يكتبون. لو كبرناها هكذا اللولو. يبدئ، كانوا يكتبونها هكذا،
على هيئة ياء ولو كبرناها شايف هذا ضبط مين نصر بن عاصم شايفين قديم جدا هذا الضبط على شكل خطوط مائلة هذه الياء وهذه مين الباء يبدي او فكاتبين يبدي هذه الياء المردودة إلى الخلف والحالة الرابعة والأخيرة أن لا يكتبوها إذا كانت متطرفة جاء كيف كانوا يكتبوها جاء بس جيم ألف لو كبرناها شايفين وجاء ما في شيء بعد الألف هكذا كان الأمر لكن هذا كان يسبب إشكالات لذلك الخليل رحمه الله ابن أحمد هذا العلامة العظيم له فضل على الأمة كلها الخليل ابن أحمد رضي الله عنه ورحمه شيخ سيبويه وجد أنه هناك حاجة ماسة لاختراع صورة لها فقال هو الخليل يعني قال أنه الهمزة مخرجة قريب من مين من العين فأخذ حرف العين وقطع رأسه وأخذ الجزء العلوي وعمله صورة لمين للهمزة هكذا العين كما نرى على اللوحة واخترع الخليل بن أحمد الفراهيدي متوفى 175 هجري صورة للهمزة في الخط هي رأس حرف العين لتقارب مخرج الحرفين شوف الصور شوف شايف شوف كل هذه عبارة عن ايه رأس حرف العين انظر الى العين الحمراء هكذا اخترع الخليل للهمزة صورة في الخط فصار لها صورة فإن كانت العرب تكتبها على ألف صاروا يضعون فوق الألف هذه الصورة أو تحت الألف أو فوق الواو أو فوق الياء تبهنا كيف أو على السطر فبرز للوجود صورة للهمزة من منتصف القرن الثاني الهجري قال العلامة محمد الخراز الشريشي في منظومته مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن وخصت العين لما بينهما من شدة وقرب مخرجيهما لأجل ذا خطت عن الثقات عينا من الكتاب والنحاتي